السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، أقدم من يدعون بأنهم الواسطة بين الشعب وفرنسا كالقياد والبشقوات وشيوخ العرب إلى تأييد فرنسا، وتطوعت النخبة والنواب وقدماء المحاربين، وأعلن الموظفون الفرنسيون كذلك التأييد. ولم يعارض ذلك إلا رجال حزب الشعب وجمعية العلماء الذين زجت بهم فرنسا في غياهب السجون والمعتقلات. وعندها ادعى الفرنسيون بأن الجزائريين كلهم معهم بدون استثناء. ذكر المؤرخ أبو القاسم سعد الله ما قاله الكتاب الفرنسيون عن هذه المرحلة فقال: أما السيد جوليان فيقول إن كلا من حزب الشعب والعلماء كانوا ينادون بالاستقلال عندما اندلعت الحرب، ولكنهم لم يستطيعوا وضع برنامج موحد. بعد اعتقال الوطنيين والإصلاحيين ووفاة الإمام ابن باديس بتاريخ 16 أفريل، أصبحت الساحة السياسية في الجزائر خالية في غياب عبد الحميد بن باديس الذي يعتبر زعيما يلقى الإجماع الكامل من معظم الوطنيين على اختلافات مشاربهم وعلى اختلافات تصوراتهم السياسية والمطلبية. كان يلقى الإجماع، غاب بن باديس وذهب إلى ربه يشكو ظلم فرنسا الاستعمارية في 16 أبريل 1940. في هذه الفترة نقل مصلي الحاج من عين السارة إلى المنيعة، معنى ذلك غياب قيادة وزعامة كبيرة ممثلة في شخصية مصلي الحاج رحمة الله عليه. في هذه الفترة لم يبقى بين الجزائريين إلا رجل تدار حوله الشبهات، وفرحة عباس. فرحة عباس اندمشي للنخاع الشوكي، ولم يندم أبدا عن عشقه وحبه لفرنسا والثقافة الفرنسية، بل وأكثر من ذلك إذا أردنا أن نقول. في 7 جوان من العام 1940 يذيع الماريشال فيليب بيتان حاكم فرنسا الموالي لألمانيا على الراديو بنود وقف إطلاق النار، ثم يتم إرسال الأدميرال أبريال كحاكم عام على الجزائر ليحل محل لوبو الحاكم السابق. ثم في أوت 1940 يتم تسريح فرحات عباس من الجيش الفرنسي ويعود إلى الجزائر. كان فرحات عباس قد تطوع كصيدلي احتياطي في الجيش الفرنسي دفاعا عن حرية وديمقراطية فرنسا، وعاد إلى السياسة لما وجد التفرقة العنصرية في الجيش، فقد كان لا يعطى نفس الخبز الذي يعطاه زملاؤه الصيادلة الفرنسيين. مع سقوط فرنسا في يد ألمانيا، أدرك الجزائريون بأن هذه القوة التي وصفت بأنها لا تقهر، جاء من قهرها وحطمها، وسقطت معها قيمة الموالين لها من القياد والبشغوات وشيوخ الزوايا، حيث ذهبت عنهم الهيبة والاحترام الذي كانوا يحظون به في وسط الشعب الجزائري. لم تكن حكومة فيشي الموالية لألمانيا على علاقة طيبة مع روسيا الشيوعية، ولذلك قامت باضطهاد الشيوعيين في الجزائر واتهمتهم بالعمل المضاد لها. عندها تم حل الحزب الشيوعي رسميا. وفي أواخر سنة 1940 حاولت هذه الحكومة جلب مصالي الحاج إلى جانبها، حيث دعته للتعاون معها، ولكنه أعلن في شهر ديسمبر بأنه يرفض التعاون مع أي طرف. ومع دخول سنة 1941 تحدث في الجزائر اضطرابات متفرقة، منها ما وقع يوم السبت 25 جانفي من العام 1941 على الساعة 7:15 ليلا، حيث تمرد المئات من القناصة الجزائريين في ثكنة الدار البيضاء بالعاصمة، يقودهم ضابط جزائري، واحتلوا مدينة الدار البيضاء لعدة أيام ونادوا بالجهاد. ولم تتمكن سلطات الاحتلال إلا بعد جلب قوات فرنسية كبيرة للقضاء على ذلك التمرد، وخلفت تلك المواجهة العشرات من الضحايا بين الجانبين. في هذا الوقت
دخل حزب الشعب الجزائري في أزمة حادة، حيث رأى بعض أعضائه ضرورة التعاون مع الألمان لتحرير الجزائر. ولكن مصالح الحاج عارض ذلك بشدة، لأنه لم يكن يثق في الألمان، وكانت النتيجة فصل المنشقين من الحزب. وقد راهنوا على هتلر بالمناسبة، الكارنا وهو عبارة عن تنظيم شباني، انضموا إلى الشيخ الأمين الحسيني في برلين، وهم الذين كانوا يصدرون البيانات كما من إذاعة برلين باللغة العربية. وقد فصلهم مصالح الحاج من الحزب كما هو معروف، لولا تدخل الشاذلي المكي رحمة الله عليه من أجل إدماج هؤلاء الرجال في الحزب كما كانوا سابقا. وفي شهر مارس عاودت الحكومة الموالية لألمانيا ربط اتصال مع مصالح الحاج في محاولة التفاهم معه على قدم المساواة بين الفرنسيين والمسلمين، بشرط أن يتخلى عن المطالبة بالاقتراع العام والبرلمان الجزائري وغيرها من مطالب الحزب الأساسية. وعندما رفض السير في اتجاههم، قامت تلك الحكومة بتاريخ 17 مارس 1941 بتقديم مصالح الحاج إلى المحكمة. وعندما سأله القاضي ماذا يريد حزب الشعب الجزائري، قال مصالح الحاج: نريد المساواة التامة واحترام تقاليدنا، لغتنا، ديننا، إننا لا نريد الانفصال لكننا نريد التحرر من فرنسا في إطار السيادة الفرنسية، وإذا أعطانا الفرنسيون حريتنا فإننا سنموت من أجلهم، إنهم لغاية الآن أهملوا احترامهم في هذا البلد، لكن أتمنى أن يكون هناك تغيير يسمح بإقامة علاقات جديدة في المستقبل، إنما نريده هو تعاون حقيقي. وبعد مداولات شكلية أصدرت المحكمة الفرنسية حكمها عليه بالسجن لمدة 16 سنة مع الأشغال الشاقة، وعشرين سنة نفيا من الجزائر، وثلاثين مليونا من الفرنكات غرامة مع مصادرة أملاكه الشخصية. بعد أن أصبح قادة حزب الشعب بين السجن والمنفى، قرر الأعضاء الذين لم يكونوا معروفين بتكثيف العمل السري وإنشاء إدارة جديدة سرية لتسيير الأمور في هذه الظروف. ومن الأسماء التي ظهرت في التنظيم السري الجديد أحمد مزغنة، أحمد بودة، والدكتور الأمين دباغين. وكان الحزب خلال ذلك يقوم بدعاية واسعة وسط الجنود والأهالي والمناضلين المساجين. في هذه الأثناء ظهر فرحات عباس على المشهد السياسي من جديد، حيث قام بتاريخ 10 أبريل 1941 بإرسال تقرير إلى المارشال بيتان رئيس الدولة الفرنسية الموالية لألمانيا، يطلب منه المساواة في الحقوق بين الفرنسيين والجزائريين، وذلك ضمن الجمهورية الفرنسية. قال فرحات عباس: فحينما تكون شاهداً على مجتمع وهو يغرق، فإنه لا يكون محرماً عليك أن تستغيث وأن تطرق كل الأبواب. جاء في تقريره: إن قدر بلدنا بين يدي الله وبين يدي حكومتكم، وإنك قاض في هذا النزاع الذي لم يكن لأي حكومة سابقة الشجاعة والحرية لمجابهته ووضع حل له. في هذا التقرير لم يطال فرحات عباس بإعطاء الجنسية الجماعية للجزائريين المسلمين، ولكنه ركز على سياسة المساواة بين المحتلين والجزائريين. وذكر في كتابه عن هذا التقرير بأنه هو الأخير في سياسته القائمة على المطالبة بالمساواة. في شهر جويلية يقوم فرحات عباس بتقديم استقالته من اللجنة المالية الجزائرية، ويقوم بتاريخ 4 أوت بتوجيه رسالة إلى رئيس فيدرالية المنتخبين المسلمين محمد الصالح بن جلول، يعلمه فيها عن تقديم استقالته من نيابة رئاستها بسبب إعلانها قبول التعاون مع النظام الجديد في إطار السياسة المعادية للمسلمين، مبررا استقالته بقوله: إن سكوتنا عن ذلك خداع لشعبنا. في هذه الأثناء يقوم الحاكم العام شاتيل بدعوة فرحات عباس ليعرض عليه تنصيبه رئيسا شرفيا للجنة المسلمين لمساعدة فرنسا، ولكن فرحات عباس لم يستجب لذلك ورفض دعوته، وهو ما اعتبر إهانة لهذا الحاكم. هذه الأفعال التي أقدم عليها فرحات عباس من تقديم استقالته من اللجنة المالية الجزائرية ومن رفضه لدعوة الحاكم زادت من شعبيته في الجزائر،
خاصة وأن الجزائر في تلك الأثناء كانت بحاجة إلى زعيم يتكلم ويفاوض باسمها. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.